عدي للعشرة عدي لما بدك تتحدي قلتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي قلتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي قلتي حلوي يا حلوي والحلوي منا قدي للعشرة ما بدي عد حاجي ترخي وحاجي تشد وبدي هد وبدي قد وهد إن كان فيك تهد انت يا حلوي يا حلوي والحلوي منا هذا اللقاء الفني بين الفنانة صباح ووديع الصافي مناظرة شعرية وسط أجواء حماسية يتبارى فيها صوتان من أفضل مطربي لبنان بغياب الآلات الموسيقية في لون من ألوان الشعر الشعبي ويسمى الزجل. الزجل في المعاجم يعني اللعب والجلبة ورفع الصوت وخص به التطريب وهو اصطلاحا ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيدة من حيث الإعراب والتقفية وقد كتب بلغة ليست عامية بحتة بل هي لغة مهذبة وإن كانت غير معربة يغنى الزجل بالعامية في الأفراح والمناسبات ويكون غالبا ارتجالا في شكل مناظرة بين عدد من الزجالين بمصاحبة إيقاع موسيقي يعرف في سوريا ولبنان بالقول أو المعنى ويسمى الشاعر قوالا أما في فلسطين فيقال الحداء أو الحدادي والشاعر حادي أدرج الزجل على كونه لبنانيا بقائمة التراث البشري غير المادي لليونسكو عام 2014 يعيده البعض تاريخيا إلى زمن الجاهلية ويقال إن عنترة والمهلهل والخنساء قد نظموا الزجل لكن الأرجح أن أصوله تعود إلى بلاد الأندلس قال ابن خلدون ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابا واستحدثوا فنا سموه بالزجل وكان أبو بكر بن قزمان أفضل من أجاده وأبدع حتى قيل إمام الزجالين ومما أنشد انتشر فن الزجل في بلاد المغرب والمشرق وتطور وزادت أوزانه وتعددت أغراضه مع الزمن وهو اليوم من أجمل الفنون الشعبية التي يتنافس في مبارياتها كبار المطربين وكبار الزجالين من أهل الكار لمن تسمعون الزجل كانت على العشاء ويطول نحاسي
رواه ويعنى عبال البكي الحق اخر شبوك الدنيا الحق